ينظم معهد البحرين للتنميه السياسيه المنتدى الخليجي للاعلام السياسي في دورته الرابعه وذلك في السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل. المنتدى يهدف الى بلوره خطاب اعلامي يؤكد على الهويه الخليجيه المشتركه ويعزز من مرتكزاتها في مواجهه تحديات ومخاطر العولمه. تحت شعار الاعلام والهويه الخليجيه. ينظم معهد البحرين للتنميه السياسيه المنتدى الخليجي للاعلام السياسي في دورته الرابعه وذلك في السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل بهدف بلوره خطاب اعلامي يؤكد على الهويه الخليجيه المشتركه ويعزز من مرتكزاتها في مواجهه تحديات ومخاطر العالم سعاده السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام ورئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنميه السياسيه نوه بالمكانه المتميزه التي اصبح المنتدى الخليجي للاعلام السياسي يتبواها كمنبر مستقر للحوار الهادف والبناء وتعزيز ثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا الخليجية، لافتا إلى أن المنتدى بات يشكل تظاهرة فكرية تستقطب أبرز رموز الفكر والإعلام والسياسة من العرب والخليجيين، للتباحث حول القضايا التي تتصل بالإعلام وتأثيره في مجمل الأحداث بالمنطقة. المنتدى يأتي في إطار الجهود التي تهدف إلى تعزيز وحماية الهوية الخليجية من بواعث التفكك والاختراق. بفعل تاثيرات العولمه والتدخلات الخارجيه وذلك من خلال تناول قضيه العلاقه بين الاعلام والهويه الخليجيه تجسيدا للحاجه الملحه للبحث في سبل تعزيزها وتدعيمها حفاظا على مستقبل الشعوب الخليجيه وهويتها وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومخاطر تهدد الهوية الخليجية، تأتي أهمية موضوع الإعلام والهوية الخليجية، الأمر الذي يجعل من العمل على تحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات اختراق المجتمعات مسؤولية مشتركة يطلع فيها الإعلام بدور جوهري. يسعى المنتدى الى ان يسهم بمناقشاته في تجاوز التشوهات التي لحقت بالهويه الخليجيه الجامعه وتسليط الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها تقديم الهويات الضيقه والانتماءات الدينيه والطائفيه والعرقيه على الهويه وذلك من خلال تشجيع العمل الجاد في اطار متكامل يضمن تعزيز التعدديه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه واعلاء قيم التسامح السياسي والتعايش السلمي على ما دونها